السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجيات. كانت تشهر مع اخبار شبيبة قبائل. اسمعوا تصريحات المدرب جوزي ريغا، قال لهم كل شيء على ما يرام وهدفنا رفع الريتم في تربص سوز. وزيدوا سمعوا تاني بن يوسف ومواقي النجاح التربص والمباريات الودية. لايك الفيديو، ابوني في القناة واسمعوا واش قالوا. سي ايفيدامون كونت اون كومونس اون سيزون ديفيتي دي بليسور اون ا يو ان سول جوور دونك Ça, c'est déjà un bon constat, constat positif. Après, comme toujours, on travaille tous les aspects du conditionnement physique. Et ici, on va entrer dans une partie où on va avoir des matchs amicaux et on va travailler, je dirais, la dernière filière physique, c'est-à-dire plus l'explosivité, la vitesse et forcément l'aspect tactique. Essayer de bien faire son travail au quotidien parce que c'est la seule garantie d'espérer avoir quelque chose en fin de saison. زيد اسمه بن يوسف ومواقي ماذا قالوا؟ مواقي قال لكم ان اربع مباريات وديه. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه تجمع. انا رايحين داخلين ستاج تروازيام تاعنا في تونس وين باش نبداو لي ماتش اميكال تاعنا تما لا فاز دو لا ديرنيير فاز تاع لا بريباراسيون. ان شاء الله تجوز في امور جيده ان شاء الله، وان شاء الله نديروا دي بون ماتش باش نكونوا واجدين لبريمي ماتش تاعنا ان شاء الله. لو بلوز امبورتون سي كو نبداو بيان ديماريو بيان لو شامبيونا، وان شاء الله باش ندخلوا لي فاز لي بول تاع لي شامبيونز ليغ، ومن بعد نسطروا الاهداف الاخرى ان شاء الله. التحضيرات كما على بالكم عندنا واحد دوكا رانا في فنجو ولا ملي دينا التحضيرات، يمكن عندنا ستاج في اشرف عين مليان كيما نقولوا. ستاج الاول حضرنا بها يعني سيرتو يعني كيما نقولوا من الناحيه البدنيه، واليوم ان شاء الله انا رايح لتونس باش يكون دوزيام ستاج ان شاء الله، وين عندنا فيه اربع مقابلات باش ان شاء الله نبداو الموسم ان شاء الله كيما نقولوا جديه وحق، وان شاء الله موسم مليح.